مجموعة مهمة جدا من الكومباوند اسمها ستيرويدز. ستيرويدز قلنا تتميز بوجود غيبوبات كومباوند اسمه ستيرويد نيوكليس. ستيرويد نيوكليس دي تاني بقول تعتبر مركب نظري ليس له وجود لوحده كده في الطبيعة. ستيرويد نيوكليس عبارة عن أربعة دين شابكين في بعض. قلنا واحدة منهم فايبروبلاستين والثلاثة التانيين اسمهم بيرهايدروفينازولين. يعني ايه بيرهايدرو؟ يعني فولي ساتوريت. الفينازولين نفسه ان ساتوريت عبارة عن ثلاثة بنزين رينج شابكين في بعض. اما نخليه ساتوريت نسميه بيرهايدروفينازولين. وعشان كده بقول ستيرويد رينج ما سايكلوبنتينو بيرهايدروفينازولين. سايكلوبنتين هي رينج دي والبرهايدروفينازولين هم رينج A B and C. قلنا ان دي فيها 17 كربون اتوم. نيوكليس نفسها فيها 17 كربون اتوم. بنبدا بنمره واحد في رينج A والليفت انتي بروفايل عكس اتجاه الساعه. واحد اثنين ثلاثه اربعه وبعدين خمسه مشتركه بين A و B ونكمل في B سته وسبعه وثمانيه وتسعه وبعدين 10 مشتركه بين A و B. ونكمل في رينج C 11 12 13 14 13 14 مشتركين بين C و D ونكمل في D 15 16 17. وعرفنا كل بوزيشن في ثلاث اربعه بوزيشن مهمين نمره 3 ونمره 10 ونمره 13 ونمره 17. وعرفنا ان في نمره 3 دايما في اكسجين يا اما دبل بوند او يا اما او اتش. نمره 10 دايما فيها شابك سي اتش 3 شبكه فيها كل واحد. ونمرة 13 كمان ما عدا 1 اكسبشن فور ايتش. في الاستروجين ما فيش سي اتش 3 في 10 وفي الالدوستيرون 13 فيها الدهايد. وبعدين 17 فيها اكسجين او سايد تشين. يعني ايه سايد تشين؟ يعني نمبر كاربون اتمز. اوكي؟ يا اكسجين او او اتش يا اما سايد تشين. لو نعرف القواعد دي هتسهل عليا بعد كده معرفه الديفرنت ستيرويدز. كل ده قلناه المرة اللي فاتت. قلنا يعني ايه الفا وبيتا؟ قلنا الفا يعني بلو ده بلين اوف مولكيول وبيتا يعني اضافه ده بلين اوف مولكيول وبنفرق بينهم خلاص المعقد في الفا ومستمر في الفا. بعد كده هنقسم الستيرويدز الى ثلاث مجموعات. مجموعه هنسميها ستيرويد، مجموعه هنسميها ستيرويد هرمونز، ومجموعه هنسميها باي اسيدز. يعني ايه ستيرويد؟ ستيرويد روحي في ايه يا ترى؟ ستيرويد ايوه ستيرويد على ستيرويد ايوه هي اوريجينالي هنا معناها صالح ايوه ايوه هي صالح ليه؟ لان هم هاي هايدروكارب فيهم عدد كبير من الكربون اتوم زي ما بتشوف. فيهم على الاقل 27 كربون اتوم من ستيرويد بس ما ننساش لازم فيهم ايه كمان؟ او اتش الفا. ستيرويد هرمونز سميناهم كده لانهم هرمونز. ستيرويد هرمونز من الهرمونات الهامة جدا عندي وبتشمل نوعين. نوع بنسميه سكس هرمونز ونوع بنسميه كورتيكويدز. السكس هرمونز يشمل ميل سكس هرمونز وفيميل سكس هرمونز. الميل سكس هرمونز اسمهم ايه؟ اندروجينز. هنعرف مين هم. الفيميل سكس هرمونز منهم نوعين. نوع بنسميه استروجينز والثاني بنسميه بروجستيرون. اوكي؟ الاستروجين فيهم 18 كربون اتوم والاندروجين فيهم 19 والبروجسترول فيه 21. اوكي؟ طب كل الاستروجين فيهم 18 كربون معناها ايه؟ معناها ان بالاضافه ما ننساش الستيرويد دي كان فيها كام؟ يبقى في واحده كمان زياده مش كده؟ تفتكروا الزياده دي هتشكو فين؟ 13 في 10 ولا 13؟ في 13. ليه مش في 13؟ عشان احنا قلنا القاعده العامه ان 10 ما فيهاش حاجه في حاله الاسد. يبقى لازم تكون شاركه في 10. هنشوف ده على فكره. بس انا كده بعمل له مقدمه. الاندروجين بقى فيهم في 10 وفي 13 عشان كده فيهم 19 قرن. البروجسترول فيه في 10 و13 بالاضافه نمره 17 عشان فيها 2 كاربونز عشان كده التوتال كاربونز 21 زي ما احنا. الكورتيكويد زي البروجسترول برضه فيهم 21 كربون اتوم. اوكي؟
كورتيكويدز ليه يا ترى بنسميهم كورتيكويدز؟ جايه من ايه كورتيكويدز؟ ايوه طالعين من الادرينال كورتكس. الادرينال تعرف الادرينال جلاند ولا لا؟ الادرينال جلاند ده كورتكس وايه؟ ومدلع سكريت ايه؟ نورادرينالين وادرينالين دي المدلع دي تعتبر جزء من النيرفس سيستم. انما الكورتكس يعني ايه اولا؟ يعني قشره لانها موجوده على السطح المدلع في الوسط والكورتكس حوالين المدلع. اوكي؟ فالادرينال كورتكس هو اللي بيفرز الكورتيكويدز. سميناهم كورتيكويدز لانهم طالعين من الادرينال كورتكس. ودول في منهم نوعين حسب الفانكشن بتاعهم جلوكوكورتيكويدز ومينرالوكورتيكويدز. ليه طبعا بنسميهم كده؟ جلوكوكورتيكويدز لان تاثيرهم كبير على الكربوهيدرات ميتابوليزم. جلوكو جاي من الكربوهيدرات جلوكوز. طبعا هو مش جلوكوز بس يعني عموما الكربوهيدرات ميتابوليزم. المينرالوكورتيكويدز بيأثروا على ايه من اسمهم؟ على المينرال ميتابوليزم بالاخص صوديوم اند بوتاسيوم. بالاخص ايه؟ صوديوم اند بوتاسيوم دول المينرال كورتيكويدز. اوكي؟ الفاينل اسيدز بقى دول سكريتد باي ذا ليفر زي ما هنشوف كمان شويه وبينزلوا ان باي على ايه؟ باي سولز. باي اسيدز بالعربي هو ايه؟ احماض صفراء. وباي سولز املاح صفراء. سمعت عن املاح صفراء قبل كده؟ زمان في الثانوي. من ضمن وظائف الكبد ان هو يفرز ايه؟ املاح صفراء. بتعمل ايه املاح الصفراء دي؟ بتساعد على هضم وامتصاص الدهون. Digestion and absorption of things. اوكي؟ هندرسهم ان شاء الله ونعرف بالظبط ايه تركيبهم ونعرف ازاي بيساعدوا على هضم وامتصاص الدهون. اوكي؟ هنبدا بالستيرويدز اللي هم ستيرويد الكحول. ستيرويدز هنقسمهم حسب تواجدهم موجودين فين؟ يا اما في الحيوانات يا اما في النباتات يا اما في الفطريات. لو كانوا موجودين في الانيمالز بنسميهم زو ستيرويدز لان زو معناها انيمال. في النباتات بنسميهم فايتو ستيرويدز لان فايتو معناها نبات. ولو كانوا موجودين في الفطريات، فطريات زي ايه؟ زي الخميره يس نوع من الفطريات. طبعا في انواع كتير من الفطريات بنسميهم مايكو ستيرويدز لان مايكو معناها ايه؟ فطري. طيب اهم مثال على زوستيرويدز طبعا هو الكوليسترول. كوليسترول وده هندرسه بالتفصيل حالا دلوقتي ان شاء الله. الفايتوستيرويدز اللي موجودين في النباتات هرمون اند سايتوستيرول. سايتوستيرول ده موجود في فين يا ترى؟ موجود في الزيوت. في الزيوت فيها سايتوستيرول. يا ترى ايه اهميته؟ It inhibits absorption of cholesterol. بيقلل من امتصاص الكوليسترول. طب يا ترى كله يقلل امتصاص الكوليسترول دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ طبعا احنا لسه ما نعرفش. هي حاجه كويسه. ليه؟ لان احنا ممكن نصنع كوليسترول في جسمنا، ما احناش محتاجين كوليسترول في الدم. بالعكس احنا مصلحتنا ما ناخدش كوليسترول في الدم. ناخده ليه؟ لان زيادته مضره. ليه زيادته مضره الكوليسترول؟ بيترسب في الشرايين ويعمل تصلب شرايين اثيروسكليروسيس. يعمل اثيروسكليروس تصلب شرايين. فاحنا مصلحتنا نقلل الكوليسترول عندنا مش نزوده. فاذا مصلحتنا انه ما يحصلوش امتصاص احسن. ده احنا بنخرجه بعد كده الكوليسترول وبنحاول نتخلص منه هنشوف ازاي. اوكي؟ فاذا كون السايكوسترول الموجود في الزيوت النباتيه يقلل امتصاص الكوليسترول دي حاجه كويسه. وبالتالي ده يضيف الى ايه بقى؟ الى اهميه الزيوت النباتيه في الاكل. هل قلنا قبل كده اي فايده للزيوت النباتيه في الاكل يا ترى؟ الزيوت النباتيه دي تمتاز بايه؟ طبعا اولا ايه كلمه الكيتشر بتاع الزيوت النباتيه؟ تحتوي على الفيتامين انما مش هي. هي ايه عباره عن ايه زيوت؟ الزيوت والدهون عباره عن ايه؟ كيميكال تراي اسيد كريستالز نيوترال فاتس مش كده؟ يمتاز ايه بقى الزيوت النباتيه عن الدهون الحيوانيه؟ ان فيهم مور ان ساتوريت فاتي اسيدز فيهم اسينشال فاتي اسيدز. يبقى من مميزات الزيوت النباتيه اولا ان فيهم اسينشال فاتي اسيدز
davanti al condome del dorso sta mano che si mena senza colpo. Nemmeno che ne 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 un cholesterol, which may inhibit cholesterol absorption, quindi ha che mufid. Ok? Di mo mai zed, a si usi ne bene. Ma per te